أهلا بكم من جديد. صعدت الحركات الهندوسية اليمينية في الهند هجومها ضد الأقلية المسلمة في ذلك البلد، فبعد تحميل المسلمين مسؤولية انتشار جائحة كورونا أصبح الحديث في ثاني أكبر بلد في العالم من ناحية السكان عما يعرف بجهاد الحب، بل وصدرت قوانين تجرم ذلك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة عقيل. تحت هذا العلم الحب ممنوع، والأوضح في هذه البلاد التي تغزوها العنصرية لا حب بين مسلم وهندوسي. القرار ليس من الأعراف والتقاليد، بل رسمي في وثائق الدولة التي يحكمها ناريندرا مودي. كل شيء ضدهم، قانون استنسابي واضطهاد وتهجير وتنكيل، ولا تخلو مناطقهم من مناوشات طائفية بين الحين والآخر. تتجدد الاستفزازات وآخرها تحت عنوان الحب في فيلم الفتى المناسب الذي أطلقته نتفليكس في أكتوبر الماضي. لم يعجب التقارب في معبد بين فتى مسلم وفتاة هندوسية الأغلبية العنصرية في البلاد، وعلى رأسهم مؤيد رئيس الحكومة وحزبه بهاراتيا جاناتا. النار فتحت هنا على مسلمي الهند ومن خلفهم نتفليكس. تعلت الأصوات صارخة بضرورة مقاطعة المنصة الشهيرة، وبات واسم قاطع نتفليكس الأكثر تداولاً بين هذه الأوساط، ومن بين الأصوات المتطرفة من دعا لتدخل الشرطة لإنهاء الأمر بالقوة. الإشكال أحيا نظريات مؤامرة تحولت لتشريعات رسمية، ومنها ما يعرف هناك بجهاد الحب، وهي عبارة أطلقها متطرفون هندوس تتضمن اتهام مسلمين بإغواء النساء لاعتناق الإسلام. وعليه أصدر قانون في 24 من نوفمبر يحظر التحول إلى الدين عن طريق الزواج أو الإكراه أو الخداع أو الإغراء، ومخالفته تؤدي صاحبها إلى السجن لمدة تمتد إلى 10 سنوات. الحديث عن القانون الجديد تصدر بدوره صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر واسم جهاد الحب ومكافحته. الحب المحرم، وبحسب شكوى قدمها زعيم الشباب في الحزب الحاكم، أصبح من الأعمال الخبيثة التي تنشرها نتفليكس لإثارة المشاعر الدينية. هذه المشاعر التي يؤججها الحزب الحاكم دون توقف، متجاهلاً مواطنيه المسلمين، أو يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، أو يصبحون بلا وطن بالقانون أيضاً. ورغم كل التحذيرات حول مستوى الحريات المتدني في الهند، أو على الأقل ما يطال المسلمين لا سيما في السنوات الأخيرة، تستمر الحركة القومية الهندوسية في السيطرة على القانون حتى صارت أفكارها هي القانون.